مش قادر اتكلم حتى بديت نفسي، وعيالي قافلين عليا والمفتاح بره معاك كده. يعني ايه ولادك قافلين عليك؟ يعني مفيش حد من ولادك قاعدين معاكي؟ لا قلت لكم الحالة ولادها سايبينها تروح، ولادها ما بيسألوش عليها للأسف. الحال كما هو عليه النهاردة 10 أيام ما بيسألوش على وظيفتي، ما بيتصلوش بيها بالتليفون، ما بيفكروش حتى يجيبوا لها حتى علبة عصير ويسيبوها لها بره الباب حتى، وهم سايبين المفتاح مع الجيران طبعا ومريحين دماغهم. يا جماعة مرض كورونا ده مش عار، ده احنا اي حد فينا معرض ان يتصاب بهذا المرض، لكن انا بتكلم على ولادها. فين صلة الرحم اللي بينكم وبين امكم؟ والله العظيم اللي بتعملوه في امكم بكره ولادكم هيعملوه فيكم. Thank you.